أعلنت الحكومة تسجيل صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 2023-2024 حوالي 650 ألف طن حتى 20 من مايو الجاري. أشار بيان لوزارة الزراعة إلى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي بنحو 350 ألف طن، وروسيا بحوالي 50 ألف طن، والدول العربية بنحو 180 ألف طن، ومجموعة أخرى من الدول بنحو 70 ألف طن. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن إنتاج وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة بين مصر وإيطاليا، بما يحققه من أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يتم تصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول طارق الملا السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني ووفد شركة تيكني مونت وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية ساتشي في إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الإيطالية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي، إذ ظل التضخم مرتفعا وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 81 دولار و44 سنت للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 77 دولار و3 سنتات للبرميل. كذلك رجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.74 للتر. هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% لتسجل نحو $2 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين عن قلقها بسبب تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية التي تعد خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في حاجة لبذل كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الضفة الغربية. وكان وزير المالية الإسرائيلي أكد على احتمالية عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو القادم، الذي يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشكل الإسرائيلي لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. دعا صندوق النقد الدولي فرنسا إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الدين إلى مسار هبوطي، وذلك بعد توقعات للصندوق أن يشهد العام الحالي عجزا نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. أعلنت الحكومة الفرنسية في أبريل الماضي أنها ترتكز على تحقيق هدف 5.1% خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو العام الحالي، ثم 20 مليار أخرى عام 2025. أكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبل أن منطقة اليورو تشهد تسارع نمو نشاط القطاع الخاص في مايو الحالي، فيما تبطأت زيادة الأسعار التي تفرضها الشركات. هذا وارتفع المؤشر الذي يحتسب بناء على استطلاعات الشركات من 51.7 في أبريل الماضي إلى 52.3 في مايو الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرا، ما يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي. أكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبل تباطؤا لتضخم أسعار التكاليف والأسعار التي تفرضها الشركات مقارنة بشهر أبريل الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.